الأفلاك بتوعدك عن سنة مهمة جدا، بتحمل لك كتير من الإيجابيات وبتجعلك أكثر ثقة بالمستقبل وبالناس وبالنفس كمان. يمكن القول أنها سنة مستقرة أكثر من السنوات الماضية، بتعالج إرباكاتها إذا طرقت بطريقة سحرية ومميزة. بتبلش مع أشهر واعدة جدا، بتضبط الحركة بأول شهرين، بتسطر نجاح منقطع النظير بين كانون الثاني يناير جانوري وشباط فبروري فبراير. وإذا تعثرت الأمور بشهر أذار مارتش، فهي بتعلمك درس حتى تتفادى بوقت لاحق كل المطبات. بتكافح وبتناضل وبتسعى، وانت بتعرف انه على الانسان ان يسعى، انه ما يوقف يعني مكتفي بالانتظار. بيجي نجاحك من الاصرار بشهر نيسان ابريل، تشهد على كسوف بيأثر عليك وبينقلك الى حقبة جديدة ترتسم بالأشهر اللاحقة. أوضاعك بتضل مدعومة من جوبيتر حتى أواخر شهر أيار مي، خاصة بالشهر الجميل يلي بتجتمع فيه الكواكب ببرج الثور، يلي بيوعدك بنجاح مهني وبيحمل لك الأفراح والمفاجآت الجميلة. هيدا الشهر يعني مي مايو بيشكل مفترق طريق بحياتك، في اصطفاف للكواكب فيه، بيشير لأحداث عالمية يمكن تطال بعض البلدان، يعني بعض الأحداث. إنما بالنسبة لك رح يكون شهر جيد، بيبتسم الحظ حتى تجسد رغبة ما، حتى ولو شعرت ببعض البلبلة بشهر حزيران جون يونيو وبنصه الأول كما بشهر آب أغسطس، يخشى من بعض التردد والتخبط. كمان ببلش من منتصف شهر يونيو وبكفي لشهر أغسطس، بعدين يفسح المجال قدام رد حق أو كشف حقيقة بشهر أيلول سبتمبر. كمان شهر تشرين الأول أكتوبر يبدو واعد جدا للتسويات والمشاريع. بتبلش السنة مع انقشاع الأجواء إلى الأفضل، بتتقدم بخطى ثابتة بتحقق يلي بترغب فيه. بيطرق بالنص الأول من السنة حدث غير متوقع، بيفتح قدامك أبواب جديدة، تتوفر لك فرص، توضعك قدام خيار للتغيير يربكك قليلا، بس بتكتشف محاسنه بعد أسابيع. وإذا طلب منك الصبر بين نيسان وحزيران، يعني بين أبريل ويونيو، بسبب تعثر بعض المشاريع أو بسبب بعض المعوقات، الأمور بتستقيم بعدين، بتاخذ قرار بالتوجه إلى جديد. وبشهر آب أغسطس تشعر أنك أكثر سيطرة على الأوضاع، رغم معاكسة جوبيتر بهالشهر، يعني بأيار بتبلش المعاكسة، في تقلبات كتير بعدين. ويمكن تنقشع السماء إذا شعرت بهالفترة بالضيق بشهر نوفمبر تشرين الثاني، يلي بتسعد بانتقالك خلاله إلى وضع جديد وخيارات يمكن تكون مصيرية للبعض. كوكب فينوس بيساعدك ابتداء من تموز يوليو على القيام بعمليات مالية واستثمارية وعقارية ناجحة. بدي قلك انك عندك نتائج جيدة جدا لكل جهد بتقوم فيه. يمكن يوضعك او ساتورن يوضع بعض العلاقات على المحك ويفاجئك بتصرفات لمقربين او شركاء ما توقعتها، في قطيعة في بعض الأحيان، في حين أنه جوبيتر من عنده بيأمن لك ترقية أو تقدم في مقام أو مكافأة أو اعتراف بمهاراتك. بعض مواليد العذراء بيسافروا كتير ابتداء من أوائل شهر أيار مايو، أو ببلشوا بدراسة مختلفة من يلي نقوه بالأول أو اختاروه، يعني في جديد أو بيخططوا الجديد، أو بيتعمقوا بفلسفة أو بفكرة أو بعقيدة. يعني كتار منهم بيتجهوا لتعلم جديد. هالسنة
بتهتم بمجالات بتبرع فيها، خاصة بعالم الجمال والأزياء والمجوهرات والبورصة والعقارات وعالم السفر وشركات السفر والطيران والمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية. كمان الشركات الأجنبية والاستثمار فيها بتكون مهمة، الخارج بيلعب دور بتحقيق طموحاتك، بتهتم أيضا بعالم القانون والتشريع. هيدي سنة تقلبات، نعم، بس الفرص خلالها كتيرة. مواليد العذراء بيكتشفوا خلالها عشق كبير بيعيش بداخلهم، وبيعدوا علاقات صداقة أو حب جديدة ومشوقة. وإذا مروا ببعض الإشكالات العاطفية ببداية السنة، نص الثاني من شهر حزيران يونيو بيحمل حلول وتقارب وزوال الالتباسات. فصل الصيف يبشر بجديد بحياتهم الشخصية. أما الأشهر الأكثر وعدا على الصعيد الشخصي والعاطفي فبتوقع بين تشرين الأول أكتوبر فبتوقع بتشرين الأول أكتوبر، الشهر الأكثر شغفا يلي ممكن يغير مصير بعض مواليد الجوزاء. في علاقات ناجحة اجتماعية وواعدة، حافلة بالتواصل مع جهات فاعلة جديدة ووجوه بتوحي لإلك بالأمان. بتبلش السنة مع شهرين من الجاذبية القصوى، ما بيقومك أحد. بعدين تتجه بحياتك الشخصية بشهر أيار إلى جديد. وجود فينوس في العقرب بأيلول سبتمبر ابتداء من 24 سبتمبر بيحمل لك اللقاء مهم أو تسوية أو حسم. من الممكن كمان أنك توقع بالغرام بشهر بهالأشهر الصيفية وتعيش أحلام وأحاسيس استثنائية. هلأ المرتبطين بيستعيدوا الأيام الأولى الحلوة والتقارب والود، خاصة قدام حدث عائلي بيطرق وبيؤدي لمصارحة البعض وتقارب أكثر للبعض الآخر. بيشكل مولود العذراء ثنائي جيد هالسنة مع مواليد الثور على الأخص، ويمكن يكون في لقاء حار ومهم مع أحد مواليد الجدي بيستقطبون أحد مواليد العقرب. إذا خفق قلبهم باتجاه أحد مواليد الدلو الأمور تتعقد مع مر الأيام بالربيع. وقد يعقد كمان العذراء علاقة سرية مع أحد مواليد الجوزاء، أو بيقدم لهم هؤلاء عرض بشكل مفاجأة بالنسبة لهم. صحياً بتمر عزيز العذراء بحالات من الكآبة والتعب، بترجع بتصير متفائل ومنطلق. المهم ما تخلي الحزن يسيطر عليك بين نيسان أبريل وتموز يوليو.